مشاهدينا الكرام، كأس هذا الأسبوع تحدي نادي سباقات الخيل مفتوح الدرجات. الأفراس عمر الثلاث سنوات فأكثر على مسافة الميل رفعت الراية البيضاء. إذن اندفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي، يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد بالطائف هنا في الحوية في سابع أشواط هذا المساء. كأس تحدي نادي سباقات الخيل في مسماه الأول، 150 ألف ريال تنتظر مفتوح الدرجات. فئة الأفراس عمر الثلاث سنوات فأكثر تتنافس على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، مسافة الأيت فورلونج. اندفاع جماعية في هذا الشوط، تبدأ تشيك تشارج غوبري من المسار الداخلي بمطار أم فرانس في ثاني المراتب، وهناك أيضا إنسانيا في الثالثة من بين مسويت سانس وثنائي الأبيض إضافة ومنبهرة، ومن المسار الخارجي صنهات ومن خلفها الدروازة. هنا تبدأ تشيك تشارج أوبري مع أصيل السرحاني مع المنعطف ما قبل الأخير في هذا الشوط، تتمركز ثانيا هنا الدروازة أيضا في رابع المراتب، بينما إضافة تأتي في المرتبة الثالثة صنهات من المسار الخارجي، وكذلك إنسانيا برفقة لوف منبهرة تظهر من بينهم تبحث عن مسار معادل. فريدي لا تزال تتزعم هنا الآن تيك تشارج جوبري، القدوم من أم فرانس مع ريان طورش لوف قادمة، وأيضا إضافة من المسار الخارجي صنهات تنتظر الإشارة من محمد إدهام. صراع الأفراس وتحدي نادي سباقات الخيل يذهب لمن؟ تبدأ هنا تشيك تشارج أوبري وأن فرانس من المسار الخارجي، لف قادمة الآن مع عبدالله العوفي، يبدأ هنا أصيل السرحاني باستحثاث تشيك تشارج أوبري، أن فرانس من المسار الخارجي، تبدأ هنا تشيك تشارج يوسع الفارق، أن فرانس مع ريان طورش بالدخول، تشيك تشارج أوبري واير تو واير في هذا الشوط. ألف مبروك لسمو الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، وأيضا للمدرب خالد العضياني والخيال المتمرن الذي أبدع بقيادة هذا الشوط أصيل السرحاني. واير تو واير تيك تشارج أوبري منذ البداية وحتى النهاية، انطلاقة رأسية في هذا الشوط تسجل هذا الانتصار وتضيف الانتصار الرابع. شاهدنا أولى مشاركاتها في الحفل الأول، حلت في المرتبة الرابعة، تعود هنا في حفلنا السادس تيك تشارج أوبري وتخطف كأس تحدي نادي سباقات الخيل والمخصص للأفراس عمر الثلاث سنوات فأكثر. ألف مبروك بفارق طولين وثلاث أرباع الطول وبزمن وقدره دقيقة وأربع وأربعون ثانية وستة وخمسون أجزاء من الثانية. تيك تشارج أوبري تخطف كأس الأسبوع الثالث من هذا الموسم، كأس تحدي نادي سباقات الخيل. ألف مبروك. هنا تعود تيك تشارج أوبري مع أصيل السرحاني وبشعار سمو الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز. نظرة فنية حول هذا الشوط مع الاستوديو التحليلي والزميل متعب الشمري. شكرا صالح، يعطيك العافية. تيك تشارج أوبري اللي صاحب سمو الملك الأمير طبعا سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، نبارك له هذا الانتصار بهذه الكأس، كأس التحدي تحدي نادي سباقات الخيل. مبارك أيضا المدرب المتألق خالد العضيان والخيال المتمكن القادم أصيل السرحاني. تيك تشارج أوبري صراحة قدمت سباق ممتاز اليوم جدا صراحة، أنا والله نسيتها صراحة الفرس هذه، بس عطفاً على السباق اللي قبله شوي مركز رابع، إيه ترخيت شوي صراحة، ولكن هي أعتذر لمدربها ومالكها سمو الأمير سلطان بن مشعل، ألف ألف مبروك، يستاهلون الفوز. نواف ما شاء الله عليها اليوم، فرس ظهرت بمستوى مختلف عن مستوياتها السابقة واستطاعت أن تحقق المكسب بكل جدارة واستحقاق، رغم مشاركتها وحيدة للأمير سلطان بن مشعل، إلا أنها اليوم استطاعت لوحدها أن تصنع الشعبة وتصنع الشوط لنفسها وتحقق المكسب بفارق أطوال. وبصراحة مركاض أكثر من رائع وتحضير ممتاز من المدرب خالد العضياني، أبارك السمو الأمير سلطان بن مشعل وأيضا للمدرب خالد العضياني والخيال المتمرن المتألق أصيل السرحاني اللي قاعد يقدم مستويات ممتازة. نعم، إذن تيك تشارج أوبري وأصيل السرحاني وأيضا ابتسامة النصر ومع المدرب خالد العضياني المتحمس أيضا، نقول مبروك مبروك أيضا لصاحب السمو الملك الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز هذا الانتصار وهذا الشوط. معكم حسين طبعا ونواف، الحديث متبادل بينكم. كانت هي في البوابة الثالثة، هي قادة السباق طبعا، طبعا ما احتاجت احد يضبط لها الشوط. لا لا ما احتاجت، هي قادة السباق بكل أريحية، عليها أصيل السرحاني اعتقد ينزل وزن يمكن 3 كيلو بس ما تأثر هذه على على
على أدائها. فرس تمشي ما شاء الله مرتاحة. رقم مراقبة المنافسين منها إنها يعني يتغير مستواها إلى أقل عشان يستغلون الأربعمية الأخيرة، لكن تفاجأوا فيها الفرس ثابتة ما شاء الله تبارك الله من البداية إلى النهاية صاملة ما شاء الله تبارك الله. فرس جدا ممتازة، أداء اليوم 10 على 10. هذه شعبة الأبطال يعني، مع أن الفرس تشارك وحيدة ما يوجد صمام أمان لها في الاسطبل في شوط مهم زي هالشوط، إلا أنها غامرت وطرعت بالشعبة الصعبة وراحت في مقدمة الجياد، رغم وجود جياد تملك سرعة وجياد قادرة أنها تضغط وتجي بدخول قوي، إلا أنها فضلت أنها تكون في زمام المبادرة، مجرد ما دخلت 400 متر الله يستر عليها استطاعت أنها أيضا تبدل وتزيد في عطائها وتتقدم أكثر وتوسع الفارق. حاول المنافسين من فرانس والوف اس اي الضغط عليها لأنها كانت يعني شبه ضامن المكسب وفي تيرن فوت عالي ومتزايد وما قدروا يقربون منها. أبارك لهم صراحة على هالخطة المحكمة وعلى هالتجهيز وهالتضمير الرائع، ومكسب بجدارة واستحقاق وأيضا بشجاعة كبيرة. دقيقة 44 و 56 وقت جدا ممتاز. نعم فرس ممتازة، فرس صراحة تمكنت من السباق، مسكت زمام الأمور من البداية إلى النهاية، يعني واضح القدرات ما شاء الله تبارك الله. رغم المراقبة من فرانس بس إلا أن الفرس هذه ثبتت على المضمار وقدمت شيء ممتاز. جميلة أكيد. شعار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، نبارك له مرة أخرى العاشق المحب، هذه المشاركة أيضا الجميلة وافتتاحية مع أولى مسميات هذه الكوس كأس تحدي نادي سباقات الخيل. ما شاء الله حتى قطعتها ممتازة ما شاء الله تبارك الله، فرس جدا جميلة هي. طبعا هنا في هذه اللحظات يسلم صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل كأس تحدي نادي سباقات الخيل، مدرب المتألق خالد العضياني وأيضا الفائز البطل الشاب الخيال أصيل السرحاني، وشعار الأمير طبعا سلطان بن مشعل بن عبد العزيز يرفع الكأس عاليا كأس تحدي نادي سباقات الخيل. وهذه الصورة الجميلة، مبروك لهذا الثنائي، مبروك أيضا لهذه الفرس البطلة اللي استطاعت أن تطيح أيضا بالأفراس المشاركة معها في هذا السباق، وهذا أيضا الشعار الجميل. أحيي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد على روحه الطيبة واندماجه مع أهل الخيل وحضوره الطيب، وأبارك لأخوي خالد العضياني على التضمير الممتاز، وأبارك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل ممثلنا خارج المملكة، وأبارك للخيال متمكن. هذه الصورة التذكارية أيضا أصيل السرحاني كاس حلو تحدي. نعم كاس التحدي، كاس حتى شكله أولوية، شكله انطلاق الكاس. نعم إذا مبروك للثلاثي المالك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان مشعل بن عبد العزيز المدرب خالد العضيان الخيال أصيل السرحاني. وهذه الإعادة بالصورة البطيئة، تيك تشارج أوبري تتقدم نحو كأس تحدي نادي سباقات الخيل، وهذه الصورة الجميلة وهذا التنافس نواف اللي بصراحة يعني أعطانا من الأول حتى المركز الأخير في صورة واضحة للمشاهد الكريم وأيضا الملاك المتابعين لمثل هذه السباقات. سباق أكثر من رائع، خطة محكمة، إمكانيات فرس جبارة، أثبتت اليوم علو كعبها وأنها فرس ستكون من أبطال هالميدان. من اليوم معها خيل ممتازة لكن هي قاعد تطور مستواها سباق عن سباق. برافو على خالد أنه من الرابع المركز الأول، ممكن كان سباقها الأول إعداد لمثل هذا السباق، وارد جدا. اليوم التطور اللي صار في مستوى هالفرس كبير جدا، يعني اليوم مركاضها أفضل مركاضها الماضي بعشر مرات، لكن فرس سجلت نفسها على الفينش وسجلت نفسها أمام الجميع أنها راح تكون فرس للمستقبل. حسين مثل هذه الصورة أنت كمدرب فرضية أنك مشارك، كيف تتابع حصانك أو فرسك في مثل هذا الشوط؟
بالنسبة لي أنا يكون لي رسمة خطة وعندي بديلة، يعني أنا أركز يعني مثل الفرس هذه فرس بطلة، يعني أنا لا يمكن أضيع حصاني أو مشاركتي مع فرس زي هذه تقوم قدام ما أدري يتوصل ولا ما توصل، يعني إمكانياتها ما أعرفها 100%، لكن الفرس واضع عليها ما شاء الله تبارك الله، عندها سد، عندها سد مشت من البداية إلى النهاية، يعني طريقتها جدا طريقة بطلة. بس أنا بالنسبة لي أحاتي نفسي لما أشارك مع ذا الفرس، أكلم نفسك وقدم شوي أرجع شوي، يعني أبغاه يجيب اللي في خاطري. طبعا مستحيل يجيب اللي في خاطرك إلا إذا كسب، لأنك ما راح ترضى عن السباق زي هذا، كلهم منافسين، كلهم أبطال، فأنت لازم ترضى بالواقع. أحيانا في يجيك عامل صدمة من حصانك ما سوى شيء، اللي قدامك أدى اليوم أداء عجيب غريب، يعني زي الفرس اليوم ما شاء الله تبارك الله واير تو واير من البداية للنهاية، كل المنافسين أصلا ينظرون فيها يحترونها توقف عشان يتجاوزون، تفاجأوا راحت الفرس يبونها ما قدروا. الله يبارك فيك. حاسبين حساب الأفراس ثانية. نعم المنافسين كلهم مع بعض ينتظرون بس الفرصة، ناظر أبو الفرس هي صاحبة البطولة. الجوكي عارف الفرس من بعد 400 خلاص، عارف إن هذه راحت خلاص. أنت كمدرب من الغلط إنك تركز على رأس معين ما دام معك منافسين؟ أنا عندي مسار معين ما أركز على المنافسين، بالنسبة لي أنا ما أركز إلا إذا كان منافسي واحد في الشوط كله، ما في إلا واحد وأنا اللي مميزين عن جميع الشوط، فارقين يعني فارقين أنا أركز عليه. أما إذا كان 5-6 لا، أعطيه مسار معين يمشي فيه، يعني أعطيه مركز يمشي فيه في 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 مسافة معينة، ينتقل من المركز هذا إلى المركز الثاني في المسافة معينة، بداية السباق يكون معه من 600 أو من قبل 400. أنت الجوكي هو خلاص أنا انتهت مهمتي، أنا بس أعطيت الكلام، إذا طبقه من بدء أحيانا هو يغير لا. خطتي ويتصرفه. ومرات ما تجي على كيف. لا ما تجي على كيف. إذا مشاهدي الكرام نذهب سريعا لأخوي عبد الله تويجري في أرض الميدان، والثنائي الجميل مدرب خالد العضياني، وكذلك الخيال القادم إن شاء الله أصيل السرحاني. عبد الله يعطيك العافية، مزيد أيضا من الاستجوابات ما خلف الكواليس. شكرا للزميل متعب الشمري، اهلا بكم من جديد. ثالث كؤوس نادي سباقات الخيل والنسخة الأولى لكأس تحدي نادي سباقات الخيل يذهب لشعار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل، وهنا ينتصر عبر هذه الفرس مدرب خالد العضياني. نقول لك ألف مبروك هذا الانتصار وهذه الابتسامة الجميلة وهذه الأولوية الفريدة من نوعها. الحمد لله، الله يبارك فيك يا أبو خلاد، والحمد لله حققنا كأس، أول كأس تحدي نادي سباقات الخيل والحمد لله، وهني سمو سيدي الأمير سلطان بن مشعل وأشكر على ثقته الغالية فيني، وأعده إن شاء الله أن القادم أجمل من خلال تيك تشارج أو من خلال إخوانها في الاسطبل. على سمو الأمير أعطاك الثقة وأنت كنت قدها أبو فهد، اليوم تبدأ هذه الفرس الرائعة بهذا الكأس، إيش المنتظر من الأسماء اللي لها تاريخ أيضا كبير في شعار سمو الأمير سلطان بن مشعل؟ الحقيقة الاسطبل يضم جياد إن شاء الله أنها جيدة، وزي ما أنت عارف أنا مسكت الخيل هذه متأخر ونجهز فيها، وسمو الأمير سلطان بلغني أنه الطائف يكون إعداد إلا إذا شفت شيء جاهز ويستاهل أنه يشارك فنشارك فيها، والحمد لله الفرس هذه شاركت قبل أسبوعين وجت في المركز الرابع، رجعت لسباقاتها برا وكانت على مسافة 1600 تحب تمشي قدام، ونفس الوقت الخيال نايف العنزي في الأسبوع الماضي قال لي أنه صعوبة سيطرت على الفرس تبغى تمشي وأنا أشد فيها، فاستنتجت أنه في هذا الشوط لازم نمشي قدام، وبلغت خيالنا القادم بقوة أصيل. من البداية طلعت الفرس منذ الانطلاق على المسافة 1600 في المركز الأول، هل هربت عن خيل الدخول ولا شفت شعبتها الخارجية؟ أنا راجعت الخيل اللي معي بصراحة، في خيل تمشي قدام ونبهت أصيل عليها، وحتى قلت له لو ضايقتك لا سمح الله ومشت معك أو قدامك خليك متقفيهم مرتاح ممتاز. بوجه نظيف ممتاز. وما قصر أصيل. أنا أعيد وأثني على كلام أخوي المدرب سعود بن سعد انه
خيال قادم وبقوة إن شاء الله، وإن شاء الله أنه يثبت وجوده أكثر وأكثر. أبو فهد، أعمار السنتين شفنا ديمقراطية في الموسم الماضي غابت ولا ندري إيش الغياب، وين أعمار السنتين اللي عندكم متى بتجي ديمقراطية؟ ديمقراطية قريب بنشوفها، وخيل السنتين سواء خيلي أنا وخيل سمو سيدي الأمير سلطان بن مشعل راح يعني بمشيئة الله بنحاول أنه في الجزء الثاني من موسم الطائف يشارك رأس أو رأسين منها. من خلالك أبو خلاد، من خلال الميكروفون، بلغني سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل أنه أوصل تهاني والتبريكات لسمو سيدي الأمير سلطان مشعل، أوصل له التبريكات وأقول له ألف ألف مبروك. يستاهل، نقلت حب الخيل ابنك فهد، مبروك يا فهد هذا الانتصار، هذه الابتسامة الجميلة فهد. الله يبارك فيك، تستاهلك الخير، تستاهل الطيب. خيال أصيل السرحاني، فرحتك كانت واضحة ومن قلب على خط النهاية، قبل الخط تقريبا بعشرين متر رفعت يدك وكانك قلت كلام بينك وبين نفسك. الحمد لله، هذا توفيق من رب العالمين، والفرحة والله كانت قوية جدا لأن أول كأس لي الحمد لله. سمو الأمير في التتويج قال لك ما في أجمل من ما صار منك يا أصيل، سمو الأمير بندر. الله يسلمه ويسعده، وهذا الأمير نشكر الأمير، هذا مثل الأب والداعم لنا، الله يعطيه العافية. استفدت من نايف أكيد يوم قال لكم الفرس ممكن أنها تطلع أفضل، تطلع رأس لأنه ركبها في الأسبوع الماضي واللي قبله. اي نعم استفدت، سألت نايف وسألت نايف عن الفرس، قال الفرس زين إن شاء الله والله يوفقك، مشينا على خطة المدرب والحمد لله خذيت الشوط. مبروك، الله يبارك فيك، طول عمرك. حديث المدرب خالد العضياني وأيضا الخيال أصيل السرحاني على هذا الانتصار وأولى كأس من كوز تحدي نادي سباقات الخيل، للزميل متعب الشمري، لك أبو طلال. يعطيك العافية عبد الله، شكرا لضيفيك. نذهب للشوط الأخير، الشوط الثامن، وأسماء الخيل المشاركة على عجالة، شوط سرعة.